السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعين قناه سعد شعيب التكنولوجيا، معكم سعد شعيب. اليوم سوف نتكلم عن هاتف SE 2 او SE 2018 الذي هو هاتف متوسط ويضم مواصفات جيده، وسوف يعلن عنه في بدايه. اولا سيضم معالج ابل 2.34 جيجا هرتز، وهو المعالج نفسه الموجود على ايفون 7 و 7 بلس، ورام او ذاكرة السرعة شوية تصل الى 2 جيجا، مساحة تخزين 32 او 28 لا يوجد 64. سيأتي الهاتف ايضا بكاميرا خلفية 12 ميجا بكسل وكاميرا امامية 5 ميجا بكسل مع دعم ميزة الفيس اي دي، وبطارية 1750 ملي امبير، وسوف يعلن عنه في الشهر الثالث او الرابع من عام 2018. سيتم تصنيعه في مصنع وينسترون الذي تعتمده ابل في تصنيع ايفون اكس وكثير من الهواتف الاخرى. سيحتوي على شاشة بقياس 5.5 او 4.5، وايضا سوف يتم تصنيعه في مصنع وينسترون الذي تعتمده ايفون. سوف يحتفظ الشاشة بقياس 4.5، وسيحتفظ الهاتف SE القادم بخاصية البصمة. الاسعار المتوقعة من 350 الى 450 دولار امريكي. سيأتي الهاتف مع iOS 10 ودعم ميزة 4G LTE، وبشاشة بدقة 640 في 1136، ومع شاشة IPS LCD. وهذه كانت نهاية الفيديو. لا تنسونا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب ومتابعتي على حسابي على الانستغرام والفيسبوك والذي سوف تكون في الوصف، وإلى اللقاء.